نتدرب أكتر على الريكيرجن باستخدام أنواع مختلفة من البروبلمز. هنشتغل دلوقتي على الفاكتوريال. الفاكتوريال الأول يعني إيه؟ فاكتوريال اللي هو ضرب كل الأرقام السابقة من بداية واحد لغاية مثلا أنا عايزة الفاكتوريال بتاع 5، ف5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. فالفاكتوريال of 5 مثلا بيساوي 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 اللي هو بيساوي كام؟ خلينا نحسبها. 5 في 4 بتساوي 20، 20 في 3 بتساوي 60، 60 في 2 بتساوي 120، 120 في 1 بتساوي 120. فيبقى فاكتوريال ال 5 بيساوي 120. طيب عايزين نعمل الكلام ده على شكل function. مناسب جدا في الفانكشن دي ان احنا نستخدم الريكيرجن. ليه؟ لانه في الحاله دي هنلاقي ان المشكله دي بينطبق عليها تعريف الريكيرجن، اللي هو الريكيرجن is a method of solving a problem where the solution، السولوشن اللي هو 120 ده، بيعتمد على السولوشن to smaller instance of the same problem. احنا دلوقتي بنحاول نضرب الارقام في بعضها، فهنلاقي ان احنا بنرجع بالراجع وهنلاقي ان 1 في 2 مجموع ضربهم معتمد عليه الحل النهائي، وهكذا 3 في 2 وهكذا 4 في 3. احنا محتاجين نضرب كل الارقام دي في بعضها لحد ما نوصل للرقم النهائي اللي هو 120. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل عملية ضرب. هو ده كل احنا بنعمله، بس بنعملها عدد مرات كتير وكلهم بنضربهم في بعض لحد ما نوصل للرقم النهائي. فهو ده تعريف الريكيرجن، وده اللي احنا بنستخدم فيه الريكيرجن. فخلينا هنا نيجي نكتب الفانكشن. عندنا int نسميها factorial، هترتيرن من نوع integer، هتستقبل بارامتر ال n لان ده اللي هو الرقم اللي احنا بنحاول نجيب الفاكتوريال بتاعه، مثال مثلا 5. اول ما بندخل الريكيرجن لازم ان احنا نكتب condition نوقف بيها الريكيرجن علشان ما يفضلش ينادي للابد. طيب هنعمل ايه؟ هنقول لما ال n تكون بتساوي صفر. طب ليه؟ الفاكتوريال حالة خاصة من حالات الفاكتوريال. احنا عارفين الفاكتوريال بيكون الارقام الموجبة فقط من اول الصفر، مش الارقام الموجبة فقط، خلينا نقول من اول الصفر لحد كل الارقام البوزيتيف، يعني نون نيجاتيف نمبرز. فاكتوريال الصفر بواحد، اوكي، دي حالة استثنائية من حالات الفاكتوريال ان فاكتوريال الصفر بواحد. فاحنا عايزين ان لما تكون ال n بزيرو يرتيرن واحد، وده هنستخدمه في كل الحالات مهما كان ال n. احنا بالنهايه بنوصل لان بيكون ال n بزيرو، ولما بنوصل لان ال n بزيرو احنا كل مره بنرجع بالراجع. عايزين نوقف الريكيرجن وعايزينه يرتيرن واحد، ما ينفعش نرتيرن صفر لان هو لو ضرب صفر في اي رقم تاني كل حاجه هتتصفر. احنا هنا بنريتيرن واحد. طيب لو ال n مش بصفر هي ريتيرن ال n multiply والنادي تاني على الفانكشن ونبعت لها n minus واحد. ليه بنعمل n multiply اللي هي ريتيرن من هنا؟ لان عملية الفاكتوريال عبارة عن مثلا 5، احنا عايزين نضرب 5 في 4، فهنا بنضرب 5 في اللي هي ريتيرن من ال n minus 1 اللي هي الاربعة، والاربعة هتروح وهتنادي على التلاتة، بعد كده التلاتة هتنادي على الاثنين، والاثنين هتنادي على الواحد، الواحد هتنادي على الصفر، الصفر هي ريتيرن واحد. فهو كده بيرجع بالراجع لحد ما يوصل للصفر. طيب خلينا نكتب المين. integer n print f enter a non negative number، ممكن يكون صفر ممكن يكون اعلى، integer على وجه التحديد لازم يكون رقم صحيح، scan f خلينا اول حاجة نعمل condition نقول لو ال n كانت رقم نيجاتيف نكتب لليوزر ان ما ينفعش، اوكي، ان في ايرور لازم يدخل الرقم تاني.
فهنا هنقول له error input must be non-negative integer. وهنا هنسيب سطر. طيب else لو الرقم كان صفر او اكبر يعني كان non-negative printf factorial of الرقم اللي اليوزر كتبه is وهنطبع ال return من ال function. فهنحط percentage دي تانية وهنا هنحط ال n. ال n ده اللي هو اللي اليوزر دخله. بعد كده هننادي على ال function وهنطبع ال return بتاعها وهنبعت لها n. فيبقى percentage دي الأولانية دي بتاعت ال n. يبقى factorial of 5 is وده هي اللي هو الريتيرن من الفانكشن اللي هو مثلا 120. فخلينا نعمل run. لو دخلنا هنا 5 هيطبع لي factorial of 5 is 120. نجرب ارقام تانية مثلا factorial of 3 المفروض ان هو 3 في 2 في 1 يعني 6 فطبع لي 6 مظبوط. لو قلنا factorial of 4 هنلاقي ان هي 4 multiply 3 multiply 2. 4 multiply 3 ب 12 multiply 2 ب 24 يبقى مظبوط طبعا لي 24. function الفاكتوريال هنعمل tracing لخطوات الحل من اول ما اليوزر بيدخل قيمة ال n لحد ما بيطلع لنا الجواب النهائي. نفترض مثلا ان ال n كانت ب 5 تمام. فهنا ال n ب 5 قرأنا الرقم من اليوزر. لو ال n كانت اصغر من صفر هيطلع له error. طيب ال n ب 5 يبقى هنروح ننادي على الفانكشن وهنبعت ال n اللي هي بتساوي 5. هنيجي هنا ال n دخلت ب 5. هل ال n بتساوي صفر؟ لا. طيب يبقى هي return n multiply n minus 1. هننادي تاني. يبقى هنا اول مرة خلينا نقول factorial of 5 هتعمل ايه؟ هت return 5 اللي هي ال n multiply الفاكتوريال of 4 اللي هي n minus 1. هيجي هنا ال n هتدخل ب 4. هل ال n بتساوي صفر؟ لا. يبقى هنيجي عند ال return اللي تحتها هاي return 4 multiply factorial of 3. حلو الكلام. ال factorial of 3 يبقى لأن هنا هتدخل ب 3. ال factorial of 3 دي هت return 3 multiply factorial of 2. بعد كده ال factorial of 2 هت return 2 multiply factorial اوف 1. هنفضل بالشكل ده لحد ما نوصل للزيرو لان اول ما بيوصل للزيرو بيريتيرن واحد وبيخلص. الواحد هيريتيرن 1 ملتبلاي فاكتوريال اوف ان ماينس 1 اللي هي زيرو. الزيرو هيريتيرن 1. ليه؟ لان هنا الاف الان بتساوي زيرو ريتيرن 1. فبالتالي هنا احنا كده خلصنا. هيجي هنا الفاكتوريال اوف زيرو دي هتريتيرن 1. واحد ملتبلاي واحد بواحد يبقى اللي قبلها دي هترتيرن واحد. واحد ملتبلاي الاتنين يبقى هيرتيرن هنا اتنين. حلو. اتنين ملتبلاي تلاتة اهي يبقى هيرتيرن سكس للي فوقيها يبقى دي هترتيرن سكس. سكس ملتبلاي فور يبقى هيرتيرن تونتي فور يبقى هنا هيرتيرن تونتي فور. عندنا تونتي فور ملتبلاي الفايف يبقى هيرتيرن هنا 120. يبقى كده factorial of 5 بيساوي 120 وشفنا بيشتغل ازاي. فهنا هيجي هيطبع return من الفانكشن دي اللي هي 120.